التعويذة ولا خد باله من الخطأ ده وبعته لنا. شناوي جه من ايجيبت. طارق لطفي بيروح عندهم عشان يتقدم لها، بس هما بيبقوا فاكرين ان في مشكلة لان هو رايح لهم بلبس البوليس. المهم وهما بيتكلموا هنا بيبان المايك من فوق على اليمين. شخصية الحقيقة انا مش عارف ابتدي ازاي. ما تقول يا ابني وقعت قلبنا. لا دي له كمية. بوشكاش واللي خدوا بالهم من الخطأ ده وبعته لنا. بوشكاش بيترن على اوخده بيقرم، وحتى لما بيخش عند اخته وجوزها بيقولوا له ان هو وش ورم عشان الضرب. لا دي له كمية. لكن لما بيخش على ابن اخته اول ما بيقفل الباب ورا وبيبان ان هو بيطلع الحاجة اللي كانت في بقه علشان تبين ان بقه ورم، وبيبان بوضوح ان هو بيرميها على الكنبة. كمان قبل المشهد ده بيبان في كذا لقطة الحاجة اللي جوه بقه علشان تخليه يبان ان بقه ورم. الحرامي فريد شاوي بيصدر له راسه عشان يضربه عليها بالعصايه، ولما العصايه بتيجي عليه بيبان انها كاوتش وبتتني. رجال لا يخافون الموت واللي خد باله من الخطا ده وبعتهن. انا من الفرق فريد شاوي وهو ماشي بالعربيه في الصحراء والكاميرا بتتتبع العربيه، فجاه العربيه بتاعت فريد شاوي بتعدي وبيبان على الارض الخيال بتاع الكاميرا والمصور، وكمان العربية اللي هو راكبها ويصور منها، مع ان ما كانش في حد غيرهم. ابو احمد واللي خدت بالها من الخطأ ده وبعتته لنا. رودينا رضا اخته بتبقى مع واحد بيحصل حمل، بعدها مريم فخر الدين بتعمل العملية وبيبقى عندها قدرة دلوقتي انها تخلف، وبعد كده بتولد. كل ده واخته بطنها ما كبرتش. الراجل اللي باع الشمس واللي خد باله من الخطا ده وبعته لنا محمد عباس، في اللقطه اللي رغده بتشيل فيها الماسك من على وشه بيبان شعره مختلف عن اللقطه التانيه اللي وحيد سيف بيضربه فيها، ومش مجرد شعره اتنكش او ان هو مشى ايده على شعره، لانه واضح ان هو متسرح ومعمول كومب اوفر كمان. النمر الاسود واللي خد باله من الخطا ده وبعته لنا عمار ياسر. احمد زكي بيبقى في ماتش ملاكمه والنتيجة بتاعت الماتش بتيأسه وبتخيب أمله. بتعدي أيام وأحمد مظهر بيكلمه وبيخليه يرجع ويتمرن، وبعد كده بنلاقيه بيجري في الشوارع في يوم تاني، وعدى كذا يوم بعدها. بعد كده بنشوفه في الماتش اللي بعده بنلاقي هو نفس الجمهور ونفس الرصة بتاعته ونفس اللبس. ولاد رزق واللي خد بالهم الخطأ ده وبعته لنا. الشناوي في المشهد ده كله اللقطات اللي بيبان فيها المسلسل، لقطات بيبان فيها ان في كاتم صوت، ولقطات تانية وراها على طول بيبان ان مفيش كاتم صوت. ايو سي واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا محمد ايهاب. الاخبار اللي في الجرانين عن الجامعة والفضيحة اللي حصلت بيبان ان العناوين فعلا عن الموضوع ده، لكن في تفاصيل الاخبار بيبان ان الاخبار كلها عن امتحانات الثانويه العامه وان في ناس بتشتكي انها كانت صعبه. ابن حميدو واللي خد باله من الخطا ده وبعته لنا زياد عاطف. لما اتحجزوا في الاسم هند رستم وزينات صدقي راحوا يشوفوهم، وكانت الوسيله اللي تخليهم يشوفوهم هو ان هم يبصوا من الشباك عليهم. هند رستم بتطلع فوق زينات صدقي وبشكل ما ده بيخليها تعرف تطول الشباك اللي انتوا شايفينه متشعلق فوق قوي ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي اول مره ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهده.